هاي الكيس مطلعين الكيس. هلا انا عاد ترتيبه بهذا الشكل، حطيت هون زي ما اشتقينا قبل شوي، هي حطيت هذا هون ريجليتر 00، وبس هون غيرت البوزيشن، اعطيته بوزيشن كوماند يغير البوزيشن باي 1 متر. اظن انه هون ات 3 سكندز بطلب منه يغير البوزيشن من 0 ل 1، فبحرك المنصه كلها بحركها بمقدار 1 متر. والريسبونس راح يكون بيعتمد على مين؟ على البولز الجداد اللي احنا حطيناهم. من وين جبنا البولز؟ بس احنا حلينا الاكزامبل هون في المحاضره، انا مش متاكد حليناه. اوكي علي صوتك. نعم الملاحظه حكتها انه ار ماينس اكس في كي، صحيح. هلا هاي هون صارت غلط، صح؟ هاي لازم تكون هلا ار ماينس اكس والكل مضروب في كي. مضبوطه هيك صارت. هاي صارت كانها اكس في كي ولا كي في اكس؟ احنا لازم نضرب كي في اكس، مضبوط. لازم يصير الكي قبل. هاي هكي، وهاي بتطلع معنا سكيلر، مضبوط، لانه كي هيك جاي. كي هي 1 باي ان، واكس فالكي في اكس، فهذه اكس وهذه كي، مضبوط، فبتطلع سكيلر. وحتى لو ضفت هون هي هيك، هاي ماينس او ار ماينس، بتصير ار ماينس اكس. ما ار لازم يكونها نفس الدايمنشنز تبعت اكس، مضبوط، بطرحهم وهدول مضروبين كلهم في كي. بعرف اذا بصير احط قوس هيك، بصير احط هذا قوس هيك في الماتريسيز. اوكي ماشي، الكل واضح فاهم؟ هاي لها نفس الدايمنشن تبعت هاي، بطرحهم بصير عندي ار ماينس اكس كلهم مضروبين في كي، فبتصير كي في ار ماينس اكس. هلا الكيز اللي حطيناهم هون هم اللي طلعناهم من بول بليسمنت، عندي اربع بولز. وهي هون حطيت انا الاكشويتر، خصوصي انا حطيت اكشويتر هون رغم اني اعطيته، انا ما اعطيته اي، فيش في داينامكس، الاكشويتر اعتبرته انه زيرو اوردر سيستم، بس حطيناه هون حتى اكد انه هذه يو اوف تي، هاي اللي داخله على البلانت من هون. وانا لعبت في سي هون غيرتها لايدنتيتي ماتريكس. فاذا بتطلعوا هون راح تشوفوا سي صارت هيها سي ايدنتيتي ماتريكس 4 باي 4. هي صار عندي طالعين وسميت هدول ثيتا واوميجا وديسبيسمنت وفيلوستي تبعت الكار، واعطيته انستراكشن يتحول من 0 ات 3 سكندز. الانيشال كونديشن 0 0 0 0 كان ممكن اغيره، هاي الانيشال كونديشن 0 كلهم 4 0. نعمل رن وهي نطلع على اللي صاير عندنا هون. هاي عندي ات تايم 3 سكندز اعطيته ستيب فانكشن للديزاير ديسبيسمنت، كان كل شيء 0 هون بالاول، هي 0 0 displacement 0 velocity 0 اوميجا و0 ثيتا، صار في تغير فيهم. النتيجه النهائيه بعد ما استقر السيستم ايش صار عندي الديسبيسمنت؟ فكانه المنصه كلها تحركت 1 متر لليمين او الشمال حسب الموديل اللي احنا عاملينه، وبعدين ردت رجعت استقرت، هذا استقر على 0 وهذا استقر على 0 وهذا استقر على 0، بس هذا ضل على، فراحت على المكان الجديد اللي موجود هون. هلا زي ما حكيت هذا السيستم مش كامل، واذا بدي احل احط سيرفوس ثانيين ببدا احتاج انتجريتر، بس على الاقل هذا بعطيكم الفكره اللي عندي واحد منهم غيرته.